إذا هذا البخاخ أو الرذاذ الجديد اللي هو يعتبر مضاد للإنفلونزا أو لقاح للإنفلونزا فلوميت، ما الفرق بينه وبين اللقاحات الكلاسيكية المعتادين عليها؟ فلوميست. هلا إجمالا يعني هذا سهل الموضوع، مبدأ اللقاح كلقاح إذا نعرف، فإحنا معظم اللقاحات اللي بناخدها بحقن أو إنجكشن للإنفلونزا، إحنا نحكي للفلو، فهي عبارة عن فيروسات إنأكتيف، يعني غير فعالة فعليا. بينما هذا البخاخ الجديد اللي تم اختراعه هو عبارة عن فيروس ولكنه مضاعف، يتم بخه لأنسجة الأنسجة المخاطية في الأنف، ولقوا أنه بيعمل نفس المفعول ونفس الإفكت تاعت اللقاحات اللي بتاخدها الواحد إنجكشنز. اللهم أنه موضوع السهولة صار في الاستعمال، أنه وجدوا أنه خلص الشخص بيبطل بحاجة أنه يروح لطبيب أو لممرض، بيصير أنه ممكن يشتري من الصيدلية هذا الأفكار يعني الذين يطرحونه ويتم استعماله شخصيا ويعطيني نفس الفعالية تاعت الفاكسين بالسهولة هذه. هل هو مناسب لكل الفئات، للحامل، للأطفال؟ يعني إجمالا خلينا نحكي لسه ما للأطفال يناسب من ناحية أخذه، ولكن طبعا لا يجوز أخذه إلا عن طريق طبيب أو عن طريق ممرضة، لو أنه من عمر السنتين لعمر 17 سنة لا يجوز أخذه، يعني الواحد يأخذه لحاله إلا عن طريق طبيب واستشارة الطبيب، ولكنه من ناحية مناسبية نعم. بالنسبة للحوامل أتوقع لسه ما تم البحث فيها، لأنه موضوع الحوامل كانوا يستعملوا لقاح الإنفلونزا الحقن لأنه inactive زي ما حكينا، غير مفعل، وبالتالي كان آمن ويجب إعطاءه للحوامل. أتوقع نفس الإشي هذا عن طريق الأغشية المخاطية، حتى لو أنه مضاعف يمكن استعماله بالنسبة لهم.